المورد الثاني عشر الكامل جزء عاشر في صفحة 188 ثم دخلت سنة سنة 99 و500 سنة 599 هجري ذكر حصر عسكر العادل ماردين وصلحه مع صاحبها قال ابن الاثير في هذه السنة في المحرم سير الملك العادل ابو بكر ابن أيوب صاحب دمشق ومصر عسكرا مع ولده الملك الأشرف موسى إلى ماردين هذا الملك العدل لاحظ حرب 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 قتال 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 سلب ونهب سلب ونهب سلب ونهب بين المسلمين لاحظ والفرنج في أمان هذه هي الدولة المقدسة دولة الدواعش المقدسة لاحظ لا عتب على هؤلاء الأمراء لماذا لا عتب على هؤلاء؟ لان هؤلاء يعتقدون بانهم يجاهدون في سبيل الله، لكن يوجد اهل النفاق يوجد المنافقين ائمه الضلاله كما عبر عنهم ابن الاثير قال عن ابن الجوزي قال كان كثير الوقيعه في الناس لا سيما في العلماء المخالفين لمذهبه والموافقين له. هؤلاء هم من يوسوس للأمراء للمماليك للأيوبيين للزنكيين للعباسيين ولغير هؤلاء إذن الكلام مع من؟ مع أمة الضلالة مع فكر الضلالة فكر التكفير ومن يعتقد بهذا الفكر التكفيري الإرهابي إذن في هذا المورد يقول ذكر حصر عسكر العادل ماردين وصلحه مع صاحبها قال ابن الاثير في هذه السنة في المحرم سير الملك العادل ابو بكر بن ايوب صاحب دمشق ومصر عسكرا مع ولده الملك الاشرف موسى الى ماردين فحصروها وشحنوا على اعمالها وانضاف اليه عسكر الموصل وسنجار وغيرهما ونزلوا بخرزم تحت ماردين ونزل عسكر من قلعة البارعية وهي لصاحب ماردين يقطعون الميرة عن العسكر العادلي فسار إليهم طائفة من العسكر العادلي فاقتتلوا فانهزم عسكر البارعية وثار التركمان وقطعوا الطريق في تلك الناحية وأكثر الفساد فتعذر سلوك الطريق الا لجماعه من ارباب السلاح فسار طائفه من العسكر العادلي الى راس عين لاصلاح الطرق وكف عادية الفساد واقام ولد العادل ولم يحصل له غرض فدخل الملك الظاهر غازي ابن صلاح الدين يوسف صاحب حلب في الصلح بينهم وارسل الى عمه العادل في ذلك فأجاب إليه على قاعدة أن يحمل له صاحب ماردين مئة وخمسين ألف دينار لاحظ هذه رشا من أجل المال صراع على المال صراع على المناصب صراع على الموارد الاقتصادية صراع على التسلط والواجهة صراع على الأراضي والإقطاعات يقول, يقول فأجاب إليه على قاعدة أن يحمل له صاحب ماردين 150 ألف دينار فجاء صرف الدينار أحد عشر من أميري ويخ ويخطب له ببلاده ويضرب اسمه على السكة ويكون عسكره في خدمته أي وقت طلبه لاحظ من الوسيط هنا الملك الظاهر هو الوسيط الملك الظاهر وهو غازي بن صلاح الدين هو الوسيط بين صاحب ماردين وبين عمه العادل إذن هذا الملك الظاهر هو بين عمه العادل وصاحب ماردين العام طلب 150 ألف دينار هذه رشوة أخذت من صاحب ماردين وانتهى الأمر والملك الظاهر هل دخل في الصلح مجانا أو له ثمن له رشوة يقول وأخذ الظاهر عشرين ألف دينار من النقد المذكور وقرية القرادي من أعمال شبختان فرح على ولد العادل عن ماردين أقول بأي عنوان أخذ الظاهر العشرين ألف دينار رشوة أو سمسرة دلالية أو غصب أو سرقة أو هدية فكل شيء صار بالمال، القتال والسلام والتوسط والاصلاح والنميمة والمكر والغدر والنفاق، كل شيء بالمال، وكأننا رجعنا إلى جاهلية سوداء.